الله طلع هذا البرلمان يساعد في الرئيس الحكومة السابق سي عبد الإله بكيري، جابوه في أول جلسة للأسئلة ديال الرئيس الحكومة قيم سياسة عمومية، كان نهار 3 ديسمبر 2016 من جراح عقلي، وكان من سوء حظي ولا من حسن حظي أنني أول واحد غادي نسأله من الأعضاء ديال المجموعة، وكان ديك الساعات مطروح المشكل ديال المحروقات اللي زادت، كان زاد في الأثمنة ديال المحروقات، المازوت زاد في المازوت ديك الساعات، وطرحت عليه قلت له أنتوما قال بأن المازوت غيبدا يطلع ويهبط، قلت له المازوت راه طلع والناس تزاد عليهم وكيفاش غادي يعاود يرجع للنقاش ينخفض ليهم. فكان طرح المشكل ديال التاكسيات وقال لي راه هذوك صحاب التاكسيات رانا كنعرفهم. قلت له السي مدير انا تزايدش علينا، حنا كنشتغلوا معاهم وكنعرفوا المعاناه ديالهم وكنعرفوا قلت له المواطن كيعاني لانه تزاد عليه ومو التاكسي كيعاني لانه حتى هو تزاد عليه المازوت اللي كانت كتبقى ليه في دارو سانسكيتي ولا كيخصو في العشية يدير الروسيت ويدير المازوت ويمشي لدارو خاوية الوفاق. أيضا قلت له بأنه المعاناة ديال المواطنين أنتم ما كتعرفوهاش، حنا في احتكاك مع جميع الفئات ماشي غير مع صحاب التاكسيات ولكن أيضا مع جميع الفئات ديال المواطنين. والسيد اللي كان كيشري الخضرة بطاطا او مطيشه ب 50 ريال في يوم راه كدير 70 ريال ولا 60 ريال، من بعد غادي يجيب لنا الاثمنه ويبدا يقرا علينا البنان شحال وهذه المطيشه شحال والسردين شحال. جاب التلفزيون جاوب كيقول بان الاثمنه راها ما تزادش. اليوم من بعد هذه المده كلها تاكد بانه داك الشيء اللي كنا نقولوه هو اللي صحيح، وبانه هذا السيد والحزب ديالو اللي صوتوا عليه المواطنين باش يحارب الفساد ويحل مشاكل المواطنين، العكس هو الذي وقع، الفساد استشرى والمواطنون يكتوون بنار الاسعار بنار كل شيء من الاجراءات اللي دار المضطرين. مشى الناس سرقوا الصناديق ديال التقاعد، هو جا قال لك بغا يدير الاصلاح ديال التقاعد. سولته غادي نرجع عاوتاني لهادشي ديال السريه، قال لي راه انت حكموني دابا على السريه تقريبا كاين التقرير اللي كاين التقرير ديجا. قلت له السي بن كيران واش انت كتعرف الوضعيه اللي راه تسولو غير باغي ندير؟ قال لي انا ما كنعرف والو، قالوا لي راه فيه مشاكل و 2021 الموظف ما غيبقاوش يتخلصوا وانا غندير الاصلاح. قلت له واش انت عارف شكون اللي نهب هذا الصندوق؟ شكون اللي كلا الفلوس ديال كيفاش؟ ناس ياكلوا الفلوس ديال الصندوق وناس اخرين يجيو يخلصوا. قال لك انا كنطيق، قالوا لي راه ما غيكونش باش تخلص ودرت الاصلاح. انتوا ولات عارفوا الحكايه ديال الاصلاح. جات هذا الشيء ديال الوالدين اللي تكلمات عليه الاخت رجل. قال لك الموظفين بعدا صحاب القطعه الخاص حيدوهم. قالت لهم ولا كاين لانه حنا محبسين هذاك القانون. دابا انا والديا ميتين كيخصني نخلص عليهم واخا هما ما كاينين، انا وخوتي عندي ثلاثه الاخوات مضطرين، ولكن عندي بنتي عندها 21 عام ما استفدتش من تغطيه صحيه. دابا 4 ديال المضطرين خدامين وكان حتى هو خدام وعندو تغطية صحية خاصهم يخلصوا واخا الله. وقال لي سيدي حنا رفضنا التغطية الصحية للوالدين لأننا حنا متقين والدين. نقول لهم لا سيدي حنا ماشي متقين والدين، حنا مرضيين الوالدين ولكن لأنكم غادي تسافروا المواطنين غادي نخليو بالإضافة لواحد العدد ديال الأمور اللي كنلقاو يوصلنا حنا مواجهة مع فأنا في اللجنة ديال المالية واحد النهار قانون المالية كل عام كيجيبوني، فجابوا لنا قانون المالية
لقى سيدي في البدايه ديال السنه غادي نفرضوا شي داعي. فدخلت قلت له الوزير المالي الصالح قلت له هذا غير السريه ليا عاليه عايز سريه، لانه هذا الشيء ما كيبغيش يوصل للمواطنين، بالعكس غادي نوصلوا مهما قلنا. قلتلهم انتوما راكم ما كتحسوش بالمواطنين، المواطن اللي كياكل الخبز وزير ما كتحسوش به. قال لي يا سيدي راه حتى انا كناكل الخبز وزير وزيد العود الصغار. قلت له انت كتفطر بالخبز وزير؟ قال لي قال لي. قلت له قول لي شحال كيدير الهيدروليه زيد العود؟ قول لي شحال كيدير الكيلو ديالتين؟ فبهدت الرجل ولم يستطيع الاجابه. فتزين مع راجل. شكون المركزية يقول لي يا هذاك الشيء ديال التقاعد ديال الخواص. جابوا القانون، راه تكلمت عليا الأستاذ، جابوا القانون حنا صادقنا عليه، حاولنا نحسنوا صادقنا عليه. من بداو؟ مشاو لعند الأطباء ولعند الديروتير والمحامي والناس اللي محتاجين التغطية الصحية والتقاعد ديالهم من دابا، مالي الحوانت، صحاب الطاكسيات، صحاب الكاميونات، صحاب القطاعات المهن الصغرى فيهم، مالي محتاجين، مو الطاكسي اليوم يخدم 20 عام 30 عام في الطاكسي، يمشي يتلاح، ما عندوش اللي يجيب له طاكسي ديال الخط. والحانوت كيبقى خدام في الحانوت في التعيواج ظهرو، وكيحل المشاكل المواطنين، كلشي المواطن يدير عنده الكريدي. ها اللي ما عندهاش الراجل داير الكريدي، ها الموظف اللي عنده اللي مقفره كريديات كيديروا حتى الشهر، هذا كلهم هو هذا الغرابه كلهم كيخدم تاع واج دخل النهار اللي يتلاع مسكين، الا ما عندوش بلادو اللي يقوموا به كاينش اللي يقوم به. حنا كنقولوا اياه حتى المهن اللي مقاده الاطباء والنوتير والمحامين حتى هما، ولكن هادو راه دايرين بعد التقاعد ديالهم. أراو شوفوا لينا ديال البوغريا اللي ما عندهم والو، انتوما غادي تبانين بهذوك اللي عندهم ديما. فلذلك حنا كنلقاو اليسرى دائما في مواجهه مع الناس، لانهم تعودوا سماع خطاب وردي كيقول لهم يا راه كلشي زوين وراه العام زوين. حنا قلنا في دار الديمقراطيه شغل علينا على انفسنا، وقلنا غادي نقولوا الخطاب الحقيقي النابع من رحم الشعب المغربي، وغندافعوا على المغاربة، وغندافعوا على الوزراء، وغندافعوا عليهم بكل ما يملكوا من قوة وكل ما كل ثلاث مستعدين حنا نعرفوا، لأننا حنا مغاربة وكنعرفوا المعاناة ديال المغاربة. حنا جينا من عند الوزراء، ما جيناش بالمال الحرام، وما جيناش لأنه كيقولوا علينا، كيقولوا لنا راه انتوما وعدكم هذوك النقابيين انتوما اللي جايين ما عطيتوش ولا ريال ما جوج. حنا الحمد لله جينا حنا كنقولوها لكم، انتخبنا في البرلمان وما خسرنا من جيبنا ريال. فلذلك حنا غادي نبقاو مرتبطين بالقواعد ديالنا، وغنبقاو متواصلين مع القواعد ديالنا، وغنبقاو ندافعوا على القواعد ديالنا وعلى الاجراء وعلى المغاربه جميعا، لان المغربيه راه كانت تدافع. ما نطولش عليكم بزاف، حنا حقيقة هذا لقاء تواصلي، وغيلاش كثروا عليكم بالمشاكل، جينا أيضا باش نتواصلوا معكم، باش نسمعوا لكم، باش نبلغوكم أيضا المعاناة ديالنا، راه الخدمة في البرلمان ماشي سهل. اللي معروف اللي باغي يخدم بطبيعة الحال، اللي معروف عن البرلمانيين كيجي وكيناش. حنا راه حنا أربعة راه كاين الأخ الصادق وكاينين ستة اللي جان، بمعنى كنشتغلوا بشكل مستمر وكنستغلوا يمكن في هذه اللجنة وكتسالي الناس كتشتغل في اللجنة. علاش؟ باش حنا ديك الأمانة اللي وضعتوها في عناقنا نقوموا بها كما يجب بطبيعة الحال قدر المستطاع. راه يمكن ما نتمكنوش، يمكن ما نديروش كلشي داكشي اللي في بالكم، ولكن نكونوا متأكدين أننا واضعين دائما نصب أعيننا مصالح ومكتسبات
وحقوق ومطالب الشعب المغربي وعلى رأسه الطبقة العاملة جميعا.